وين يكمن الخلل؟ ليش لحد الآن ما جاي نعالج هاي المشاكل اللي ذكرتها حضرتك؟ الكريم، أولا كما قلت ماكو رؤية، يعني أكو تخبط. طيب، والإنسان اللي يتخبط حتى على المستوى الشخصي، أنا الآن اليوم أنا كشخص إذا أريد أدخل في مشروع غير عندي رؤية، طبعا زين، إذا ما عندي رؤية ما عندي خطة أظل أتخبط وبعدين أفشل. نعم زين. المنهاج الوزاري اللي تضمن فقرة الارتقاء بالاقتصاد العراقي وين صفة بيه الدهر؟ صفة بيه الدهر على الرف. ها، بقية المواد التي وردت في المنهاج الحكومي. السبب الثاني سيد الكريم هو الفساد. نعم، الفساد نفسه. يعني كم مرة طلعوا أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية، نعم، يقولون يا جماعة الخير هناك موظفين مسؤولين في الدائرة المعنية ببيع العملة. طيب، ببيع العملة هذول فاسدين، هذول هم اللي يهربون العملة. زين، صار تغيير، صارت محاسبة، صار تبديل. أبد. طيب، كم مرة البرلمان قال يابا رئيس البنك المركزي فاشل. ها، فاشل فاشل. نعم، كم مرة أرادوا أن يقيلوا، وهو بالمناسبة طبعا لحد الآن معين رئيس بالوكالة، والسيد السوداني واحدة من الأمور التي وعدنا بها أنه سينهي العمل بالوكالة خلال 6 أشهر. الآن صار سنتين وتقريبا شهر أو شهرين ما زال يعمل بالوكالات. طيب، استاذ نزار، اكو راي يقول يعني محافظ البنك المركزي الحالي عنده علاقات دوليه ومن الممكن يعني يجيب الدولار من البنك الفدرالي وما شابه ذلك. وينها؟ هو جاء السيد السوداني جاء على هالاساس، فكان لازم تبين هاي خبرته وتاثير واثر علاقاته الدوليه مثل ما تتفضل، يبين بالشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث. يعني انا استاذ نزار، هو يعني عذرا استاذ نزار، هو انا اسال حضرتك، من السيد رئيس الوزراء جاب محافظ البنك المركزي على هذا الاساس، وين اثار العمل؟ مضى على حكومته اكثر من سنتين. وهذا المقصود، المقصود انه كان يفترض ان نجد اثر هذه علاقاته الدولية وخبرته وتجربته، نجد أثرها بالشهر، شهرين، ثلاثة، الخمسة، 6 أشهر الأولى. يعني يعني الأمريكان والبنك الفيدرالي يقتنعون بالعلاقات لو يقتنعون بالمصالح اللي تخدمهم. ليس فقط بالمصالح، يهتمون كذلك ويقتنعون بالخبرة. يا أخي أنا هذا الكلام أكثر من مرة. الوفد الذي جاء إلى واشنطن قبل عدة أشهر للتفاوض مع الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي. طيب، أنت الآن روح اقرأ أسماء أعضاء الوفد، ما بيهم ولا واحد عنده شهادة اختصاص أكاديمية في واجبه. طيب، يعني في المجال الاقتصادي او المالي. هذه كارثه. لعد وين العقول العراقيه؟ العقول العراقيه الاقتصاديه يقصوها ويقربون يعني المتحزبين.